هنايا والدينا داكشي اللي كيقولنا جايين من السودان، توصلنا من القيد للقيد حتى وصلنا هذه المنطقة. حيت كاين اللي جا من السنغال، كاين اللي جا من مالي، كاين اللي جا من السودان. با جا من السودان وتبع مسكين تعتبر بها ودخل الله يطبع مرة كاينين تما سيادو اللي شراوه. جابونا رجالنا جابونا جابونا يا احباب الله جابونا جابونا عدي الله جابونا رجالنا. ثقافة قنوة جزء من تاريخ الرق، وإذا قلنا تاريخ الرق فهو يمتد عبر مراحل في التاريخ، معنى ذلك أنه قد يمتد إلى عهد السعديين. إلا بغينا نتكلم على ثقافة قنوة وحضورهم إلى المغرب بالخصوص. قنوة ديال المدينة هما كيلعبوا بالقنبي بكنكا، وهنايا المنطقة كاينين كيلعبوا بالوطأة والطبور. كاين القلقابات كلشي كيعملوها. ايوا توني كان بكري غير الجلابة، ما دابا ولات الراعية كتكون حمراء ولا خضراء ولا صفراء ولا مزوقة الطرز والشاشية والحراث والبليغة. يشمكان كيلبس القشاب بكري، دروك حتى يديرو حوايج بيضين بخنجر والعصابة حتى هي والبلغة حتى هي. كان داك يغنيو بالشلحة، وحنا عندنا في التقناويت ديالنا كنغنيو بالشلحة والعربية، وكاينين شي كلمات داخلة فيهم السودانية. لي قناوة دو لا فيل اون اون فونكسيون اسونسيالمون بسيكوثيرابيك اي ميوزيكوثيرابيك. لي قناوة دو لا كومبان سون ليي او سيزون اي على لاغريكولتور، بيسكو لور موسم سكون ابل اون بربير دي معروف. بكري والدينا وجدودنا كيديروا هادشي ديال المعروف. كنمشيو تنظرو في الدواور والناس كيعاونونا، كنشريو الذبايح وتنشريو داكشي اللي خاصنا وتنعرضو على الناس من كل البلاد، تيجيو عندهم قناوة تيلعبو معاهم وتنساليو. تنطلعو لواحد البلاصة أخرى تنقولو ليها لالا ميمونة. ففي الطقوس ديالنا حنا ديال السوس هنا، فملي كيديروا ديك اللمه ديالهم في الاول اللي كيديروها غير المقدمين ديالهم فاش كيصوبوا ديك البسيس، فكيبداو بالتزيين ديال بالكحل، كيكون المقدمين كلهم كيديروا كحل، من بعد كيتفرق البسيس على الحاضرين من القناوه ومن الضيوف. من بعد كيمشيو للمراحل الاربعه اللي كيمر منها اللعب ديالهم، اللي هي العفو، الصلاة على الرسول، تمسس، ومخلف. الليلة اللي تتسمى الدردبة فيها بزاف ديال المراحل، تيكون فيها واحد مقدمة هي اللي مكلفة بهذ الليلة، وهي اللي عارضة على الناس اللي عارفاهم مرض نفسانيا واللي غادي يرتاحوا من بعد هذيك الليلة. الليلة كتبدا بالعادة On sort de la Zaouia vers 16h dans une procession avec le taureau noir au début et suivi des musiciens qui jouent la hada, uniquement le tambour et les crotales. Ils vont traverser toute la Médina. كيانفيتيو الناس وكيانفيتيو ليزيسبري والارواح. من بعد تيبداو الطروحه ديال البامبراويين. كيونت بامبرا مجموعه من المقاطع التي يكون فيها الرقص فرديا. بحال قلتي الجذبه ديال القناوي هو بنفسه خصو يبعد هو هي راسو باش يدخل في هذاك ترانس مع هذوك الناس. من بعد هاد ولاد بومبرا تندوزو للنكشه. النكشة
هي رقص جماعي اللي اصلا هي كتعبرك ايضا على ذاك الانسجام التام بين المجموعه وبين الافراد. من بعد النكشه كندوزو الرحبه والحل في الحال كاينين سبعه ديال المحلات وكل محله باللون ديالها. كيديروا الناس واحد الفاتحه ديال فتوح الرحبه اللي كتحط هذيك التطبيقه كتجي المقدمه كتبخر الامكنه كيتم التبساس اللي كيكمي وما يعاونو ما يكميش كيشرب ما يشرب كيدير اي حاجه يوقفها لانه غادي يتم ديك المرحله النداء على عالم مشاركه عالم اخر اللي هو عالم الجن. Les gens dans l'assemblée, ils se mettent à danser en état de transe. ديك الوقت كيبان لينا واش فيه روحانيه ولا غير ديزوتري. كيتحير كيموت كيجدد كيخوي داكشي اللي عنده كيمشي كينات كيصبح داخل وعلى فين. الثقافة ديال النوم فيها واحد الروح انسجامية كبيرة لأن ما فيهاش واحد يقدر يعطيك داك الشيء اللي خصك تنتظر في الليلة كلها. المعلم لا ما يسوى بدون القراقبية ديالو. الآلات بوحدهم ما يسواوش بدون داك المعلم. المعلم والقراقبية والآلات والطقوس بدون المقدمة ديال قناوة اللي هي العنصر النسوي ما يسواش ما يكونش. كذلك المقدمة وهي والمعلم والقراقبية وكل شيء ما يسواو إلا ما كان الجذاب. Les enfants ou les adolescents qui fréquentent les Gnawa, ils jouent au début avec ce qu'ils appellent la Ouisha. C'est une sorte de petit Gnbri. Mais quand ils se sont bien initiés, à force de pratiquer, à un certain moment, après avoir joué juste comme crotaliste dans l'orchestre, à un moment ou un autre, le Mallem commence à, dans la nuit, progressivement à céder son gnbri à son talib qui l'aide à continuer la lila. Et quand il sent qu'il a une parfaite maîtrise du gnbri et du chant, ils organisent ce qu'on appelle une gassa. Et ils se réunissent tous les hommes et les maîtres, et ils se réunissent tous les hommes et les maîtres pour qu'ils se réunissent. المهرجان ديال الصويره الى غير ذلك اعطى الاشعاع لهذه الظاهره القناويه فاصبح مجموعه ديال الشباب مولعين وخرج هذا الفن خرج من نطاقه المحلي والوطني الى نطاق اللي هو عالمي. حنا دابا بالنسبه للمهرجان كنقدموا عروض اللي هما ديال تاكناويت بوحده وكاين الكوتي الاخر ديال الادماج. موسيقى فيزيون عاونات بزاف تاكناويت ولاو بزاف لي ميزيسيان لي كبار تيجيو عندنا و تيحاولو يفيزيونيو مع هاد الموسيقى ديالنا. زيو عطا واحد القيمة لتاكناويت اللي تعرف بها الصغير والكبير وصلت لبرا. ولا تاكناويت داخلة للديور داخلة للطوموبيلات داخلة الناس كيسمعو تاكناويت. تابعين الرومي وشادي الطقوس ديالنا هاد الميناء هادي مخصناش نفرطو فيها خصها تبقى تاكناوي تاكناوي. وتابعين جدودنا داكشي اللي خلاو لينا وبغيناه نخلوه لولادنا ولاد ولادنا باش يبقى هادشي وراثي.